دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بإكسترا نيوز، برحب بك مرة أخرى دكتور أشرف. دكتور أشرف حضرتك سامعني كويس؟ يمكن احنا كان معانا زميلنا حسين واحنا كنا يمكن بنتحدث عن نقطة المفاوضات، وحضرتك ذكرت بأنه هذه النقطة غير مطروحة في الوقت الحالي. زميلنا كان بيقول أنه الجانب الروسي ذكر بأنه ربما يكون هناك مفاوضات، ولكن يجب على الجانب الأوكراني أن هو يوافق على بعض الشروط، أو هناك يعني بعض المطالبات من الجانب الروسي للجلوس على طاولة المفاوضات، بل وكمان زادت المطالب الروسية. البعض هنا قد يتساءل، يعني يمكن حضرتك ذكرت بأنه روسيا لم تقدم أو لم تتقدم كثيرا يعني على الأرض، وموقفها ليس بالقوي. طيب ازاي موقفها ليس بهذه القوة في حال انه في الوقت الحالي هي لا ترفض الجلوس على طاولة المفاوضات، بل تزيد كمان من شروطها ومطالبها؟ انا كما قلت حضرتك، يعني المفاوضات مستبعدة بين الجانب الروسي والجانب الاوكراني. كل طرف يطلب ان هو يضع شروطه مطلقا، وكل شرط منه هو هزا لكرامة كل طرف. يعني إذا روسيا طلبت المفاوضات مع أوكرانيا، ده هيترتب عليه أن أوكرانيا تعترف بشبكة تيكتوك سيرب، مش هتدخل الأطلنطي، هتدخل الاتحاد الأوروبي. دي هزة للسيادة الأوكرانية وللقيادة السياسية الأوكرانية. ده أمر طبعا غير مقبول. وبعدين ما ننساش أن القانون الدولي حدد أمور واضحة فيما يتعلق بان الغزو او العمليه التي تمت هو اعتداء على القانون الدولي. وفي اقاليم الان الدونباس تقع تحت احتلال وغزو من الجانب الروسي. التفاوض سينتهي بان تنسحب روسيا، ويبدو ان روسيا لن تنسحب، لان روسيا تعلم جيدا ان قبول اوكرانيا في الاطلنطي هو تصريح او اعلان باستعاده. ووفقا كمان للعقيده الروسيه على مدار التاريخ، هل الانسحاب في الوقت الحالي وارد بالنسبة ليها؟ لا، هو الانسحاب سيكون انسحابا تحت الإجبار، ولن يكون انسحابا طوعيا، بمعنى أن القيادة الروسية تفكر فيما هو أبعد من الضباط، تفكر في العودة لاحتلال كييف، تفكر مرة أخرى إلى كما قال رمضان قادريوف بأنه سيذهب إلى بولندا، تفكر في انها يمكن ان تغزو فنلندا او دول البلطيق. الامر مخيف للقياده الاطلنطيه، ولذلك تحالف الاطلنطي او الكلام اللي قاله النهارده امين عام حلف الاطلنطي وانتوني بلينكن في واشنطن مهم للغايه. الاطلنطي سيواجه كل اعتداء يتم من دوله صاعده تتمتع بعدم رضا كروسيا او الصين. الخطر الحقيقي إذا ما كان هذا التحدي لا يوازن قوة كبيرة كالأطلنطي، يعني مع احترامي طبعا لمراسل إكسترا نيوز من موسكو، طبعا الصين لم تقدم إعلانا رسميا بأنها تشتري النفط الروسي، ولا الهند إلا بكميات معينة وبأسعار تفضيلية وسمح للهند، ولكن ويمكن كلام حديث حضرتك ذكرني كمان بتصريحات أخيرة لموسكو عندما قالت بأنه كييف تحاول جر الغرب في مواجهة مباشرة مع موسكو. بالتأكيد، وهو الجر حصل فعلا، هو بقى ليه هو دلوقتي أصبحت مواجهة روسية ليس مع أوكرانيا، مع حلف الأطلنطي. يعني برضو أنا بوضح للسادة المشاهدين ليه الحديث كان عندي من 3 شهور أن أنا أتحدث عن النظام الدولي فيسيطر عليه حلف الأطلنطي وليس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا امر يعني واضح بشكل كبير. الدول الاطلنطيه كما قال انتوني بلينكن وقال الامين العام لحلف الاطلنطي اليوم في واشنطن، قال ان الحلف الاطلنطي تجمع وان هذه الازمه استطاعت ان تربط الاوروبيين وتربط كندا والولايات المتحده، وستنضم استراليا وستنضم اليابان ونيوزيلندا. يعني رئيس وزراء نيوزيلندا كانت في واشنطن، كانت موجوده في امريكا. الحديث على ان هناك دول ستدخل حلف الاطلنطي اصبح حديثا
يعني كبيرا في السياسات الدوليه الان. هذا امر يبدو انه سيفتح مجالا لشكل النظام الدولي سيسير الى اين؟ ستقف الصين وروسيا لوحدهما في مواجهه قوه الطالبه كقوه كبيره اقتصاديا وعسكريا. يجب ان نكون يعني واقعيين بالورقه والقلم ونحسب حسابات للقوة الشاملة. السلاح النووي يعني الحديث على أن روسيا حلفائها كوريا الشمالية، كوريا الشمالية ليست قوة اقتصادية أو قوة عسكرية، هي تملك سلاح نووي. هذا أمر ليس كاف. روسيا حلفائها دول كانت في تتحدث في السابق، دي دول ضعيفة يعني لا تملك قوة عسكرية أو قوة اقتصادية. من هم الحلفاء؟ إذا تحدثت عن حلفاء لروسيا حقيقيين يجب أن نتحدث عن تكوين حلف يكون فيه روسيا والصين والهند يمثلون مركزا لتجمع لدول تستطيع ان تواجه الاطلنطي. ولكن الذي اراه الان ان الهند تستفيد من فرص لطبيعه الموقف للحصول على اسعار النفط باسعار تفضيليه، ولكن هذا لن يستمر في المستقبل. الصين لم تقدم، الصين لم تقبل فتح المجال الجوي لطائرات الروسيه تحت العقوبات الاوروبيه. يعني في حديث عن الصين يجب ان نسمعه بعقلانيه. نائب وزير الخارجيه الصيني تحدث بانه يجب على بكين ان تبعد بمسافات يعني بعيده عن موسكو حتى لا تنجر الى العقوبات الامريكيه والاطلنطيه عليها. والصين لها تحالفات اقتصاديه كبيره مع المجتمع الغربي. احنا نتحدث عن قوه اقتصاديه ضخمه تستطيع ان تتحمل قطع النفط والبترول والغاز الروسي. نتحدث يعني ايضا عن حزمه عقوبات سادسه هي يعني قاسيه بشكل كبير، واتفاق زعماء الاتحاد الاوروبي على خفض صادرات النفط الروسي بنسبه 90% بحلول عام 2022. بالتاكيد، وده طبعا لم يستطيعوا ان يقدموا هذا الامر في اجتماعهم باستثناء المجر. ودي كلها طبعا دول يعني ستحتاج يعني نفطا، ولكن لن تمد الخزانه الروسيه بارقام كبيره. ويمكن احنا بنتكلم عن المجر كمان، موقف المجر او وضع المجر حساس شويه، لان احنا بنتكلم على انه هي بتعتمد حوالي 65% من نفطها عبر شبكه الانابيب اللي بتمر عبر اوكرانيا، وطبعا هناك تخوف من انه يتم استهداف هذه الخطوط نتيجه للعمليه العسكريه في اوكرانيا. وبالتالي البعض هنا ممكن يتحدث على انه هل الجانب الهنغاري ينظر الى هذا الملف من الزاويه الاقتصاديه، ولا كمان في علاقات اصلا سياسيه ما بين البلدين، خصوصا ما بين فيكتور اوربان وبين بوتين؟ في طبعا توافق عقلي وفكري بين فيكتور اوربان وبين الرئيس بوتين، ولكن سياسه المجر المستقبليه لا يمكن التضحيه بسياستها في سبيل طبعا يعني وضع اقتصادي سيء للمجر في المستقبل. انا افتكر ان المجر يعني بتراهن على الشورت تيرم اللي هو نهايه 22، ولكن مع بدايه 23 سيكون الامر مختلفا بالنسبه للمجر وباقي الدول الاوروبيه على انهم يجب وقف مد الروس باي امدادات اقتصاديه ودعم الخزانه الروسيه من اجمال النفط او الغاز. هذا التحدي الذي سيضغط على القياده في الكريملين لوقف العمليه العسكريه في اوكرانيا، ويبدو ان العمليه العسكريه انا ارى انها ستنتهي في 2024 باعتبار ان عام 23 سيكون عام الاختبار الحقيقي وعوده القوات الروسيه بالاعلام الى موسكو، ويعني خروج الصين من محل الزجاج باحتفالات لعودته مره اخرى لموسكو، ولكن ستشارك روسيا باعمار اوكرانيا وكل ما كسر وما هدم للدوله الاوكرانيه. انا بشكر حضرتك على مشاركتك معنا في اخر ساعه دكتور اشرف سنجر خبير السياسات الدوليه لقناه اكسترا نيوز، بشكرك على وجودك معنا.